السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال إخوة الكرام؟ الأحوال ديالكم إن شاء الله تكونوا بخير وسلام صحة وعافية. ولا تنسوا الاشتراك في القناة بارك الله فيكم والضغط على الإعجاب لتتوصل دائما دائما بأحدث فيديوهات هشام هاشم، وأيضا لدعمنا بارك الله فيكم وفي صحتكم. وأيضا لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع الآخرين المهتمين بهذا المجال الذي سوف أتحدث عنه. طبعا لن أطيل عليكم لأنه فيديو سريع، ولكن هناك فكرة أريد أن أقترحها مع العديد من الإخوان الذين لهم موهبة في اللعب عبر الانترنت، سواء عن طريق استعمال اجهزة الكمبيوتر او اجهزة المحمولة مثل الهواتف الذاكرة اندرويد او الايفون. فالطريقة بسيطة جدا. هنا انا مثلا اريد ان اقوم بانشاء قناة العاب، ولكن افكر في شيء، افكر في جهاز كمبيوتر، افكر في برنامج المونتاج، افكر في الوقت الخاص بالمونتاج وتقسيم الفيديوهات الى اخره، افكر في العديد، تحميل الفيديو وانتظاره والى اخره. يعني يتطلب مني وقت كبير، يعني انا العب 20 دقيقه تمام، ثم انتظر ربما ساعه لعمل المونتاج واختيار له كذا كذا الى اخره، ثم انتظر ربما الى ساعتين ثلاث سوايع على حسب جهاز الكمبيوتر لعمل المونتاج او تنزيل ذلك الفيديو في جهاز الكمبيوتر. يعني يتطلب الامر الى وقت، ثم بعد ذلك سوف اقوم برفعه والى اخره، يعني سوف ياخذ مني وقت كبير. فأنا فكرت قضية جميلة جدا وتحتاج فقط إلى صبيب انترنت يكون متوسط أو جيد تمام، وهي عمل البث المباشر للألعاب. يعني كيف؟ يعني مثلا أنا سوف أقوم بتحميل لعبة في اليوتيوب، أعتذر، في جوجل بلاي، لعبة، أي لعبة على حسب ما استهدف، إما الأطفال أقوم بعمل ألعاب الطبخ ومثل هذه الأمور، سيارات صغيرة إلى آخره، أو استهدف الشباب أعمل ألعاب مثل الألعاب الحربية إلى آخره، مثلا الأشياء التي تعتمد على السن. فأنا أقوم بعمل البث المباشر، يعني ربما حتى 30 دقيقة. فهذا المباشر هذا يتم رفعه مباشرة في اليوتيوب، يعني أي شخص يدخل يشاهد، طبعا أنت قناة جديدة لن يشاهد أي شخص، سوف تقوم بعمل فيديو، ثم بعد ذلك إذا كان عندك وقت لعمل صورة، يعني لا تتطلب أي وقت، أو ترك نفس الصورة الخاصة بالفيديو، وأكيد أن الصورة الخاصة بالفيديو تعطي يعني النظرة أيضا جميلة جدا، وتضع فقط العنوان والكلمات الدلالية والسلام عليكم. يعني أمر بسيط جدا ولا يأخذ منك وقت. الوقت الذي تلعب فيه هو الوقت الذي يتم رفع فيه الفيديو، والوقت الذي يتم تحميل فيه في قناة اليوتيوب بكامل السرعة. يعني 30 دقيقة اللي عندك، أو ربما تزيد 10 دقائق فقط للكتابة العنوان إلى آخره. يعني هذه فكرة فقط أريد أن أشاركها مع الإخوة الكرام الذين لا يتوفروا على جهاز الكمبيوتر، ما عندهمش برنامج مونتاج، أو الكمبيوتر ديالهم يعني أمر يحتاج إلى 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 معدات. وأعتقد أن الأمر واضح وبين، وهذه فقط فكرة مساعدة للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.